النفر هيعيش على ظهر المخروبة الدنيا دي مرة واحدة، يا يعيشها صح يا يغور يموت قبل ما تموت فضة ولدها. معلش المسامح كريم برضك، لو ما طولتش يونس طول ولده. خاف على ابراهيم يا حبيبي. خلي حد يجرب من ابراهيم. يونس لا مننا ولا من دمنا. ما قال الله يا يونس. يونس الراجل ده موت ابوك عشان عاجب امك. تعرف عملت ايه بكلامك ده؟ قتلت يونس يا ام يونس. يونس ولد فضه بدءا من الاثنين السابعة مساء على MBC مصر.